السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على عموره، وين يواصل التالق ويبصم على هدف ثاني ويضغط على العجائز في المنتخب الوطني الجزائري والفاشلين والمتآمرين. يعني عموره بالكف، عمورة يعطي درس للناس اللي يتقلقوا قبل لا يشوفوا. انا لليوم راني نقول واحد كيما شتي ما شفناش باش نحكموا عليه، واحد كيما شتي نتوما شفتوه، نتوما شفتوه مع المنتخب الاول ما شفتوش، شفتوه قولوا لي. واحد كيما طوغاي، ها راهو طوغاي مغاريا، مغاريا فكرني كيما مغاريا، الناس اللي عقلوا على مغاريا، مغاريا مغاريا كعشتي ولا مغاريا، باريزي مغاريا، باريزي مغاريا، مغاريا كان يجري معاك في الكاري دي زويت، تدخل ليك لحالك سون فوت، انت تروح تجري والبولا كان يضرب دو بيك عليك البولا ما يجيبش بيناتي. تفرجوا في مغاريا. انا عمورة اليوم طوغا اليوم عمو خلعني، قلت انا هذا مغاريا، راني صغير انا يا راني عندي اش علي، عندي 14 عام راني نتفرج في عم في 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 مغاريا. هذه تعطيك درس يا المدرب، ما تحكمش على الناس قاعدهم بونك ومن بعد تقول لا ما يقدموا والو. لعبه على بالك باللي كانت عندك فرصه في الكوب ديمو في الكوب دافريك، 28 لاعب عندك، ناس جايبين كوب دافريك وعندك ناس جايبين كاس العرب، انت ما استغليتهمش. انا نلومك انت ما استغليتهمش. راني نقول لك فيها ونعاود، انت ما استغليتش، يعني ربي عطاك بحايره فيها كاع الفواكه تاع اربع فصول، عطاك الرمان، الدينه، مشمش، خوخ، الدلع، البطيخ، فقوس، باكور، شتوي، كحلي، تاع كلش، تاع كاع الفواكه، باش تصنع لنا أحسن سلاط دو فروي. أنت قصت فيها ولا دير فيها البصل، المشماش مع البصل يجي ما يجيش، أنت كيما هاكا، هرت الهوالدي، هرت روحك ماشي إحنا، إحنا نهردنا وأنت يا هرت روحك، أنت ما عرفتش تمشي. انت ولي تسمع للناس ولا يدلو كيما هكا خط احمر، هذوك هما الاعداء الاوائل تاع اصحاب خط احمر، هذوك اللي دخلوك في حيط وقالوها لك وقلتها لك، راك تتبع الاعلام قبل البارتيه، تبغوا التيك توك، واحد يدير له هاك، واحد يتشاطر، واحد يضرب في قرعه، واحد داير هاك، واحد داير الخزره تاعو، واحد عشينا داخلين في حيط. بعد شتيلا دخلنا في حيط، شوف كيفاش، هذه الغلطه تاعك. وين نعاودو نولو نتكلمو على عموره، يعني عموره وين يواصل لاعب نادي السويسري وخريج مدرسه اكاديميه للشرطه بميلا واكتشاف تاعو كان، ويزيد طور روحو مع وفاق سطيف، وفاق سطيف تبقى كاين، وفاق سطيف كاين بزاف انديه، مولودية وهران كاين، واحد الانديه اللي نهردو هردوهم بالعاني، دقدقوهم واحد المدارس يعني يخدموا، شباب قسنطينه، مولودية قسنطينه، يعني جياسكا، النهد، الحراش، يعني كانوا القبه، الرويسو، كانوا يصنعوا لك ويخلطوا لك ويعطوك تدمر. راحوا هردوهم، ونعرف شكون اللي هردوهم من 2017، هردوهم هرسوهم باش تبقى الاكاديميه الوحيده تاع لاماسيا. بصح شوف اليوم الشامبيونه كيما صبحت، الله ترجي مستغل كانت تمد تموش، انت كانت تخرج بنصا ولا خرجت عشان خرجت ولا وين، ويواصل لاعب نادي السويسري وخريج مدرسة أكاديمية الشرطة في ميلا
واكتشاف كان وطور انفجار كان في وفاق سطيف. امين محمد امين عموره تألقي مع المنتخب الوطني، وهذا بعد نجاحه في توقيع على هدفين يعني مع الخوض في اخر مباراتين. وكان اللاعب سالف ذكري وراء الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في مباراه ماضيه يعني لاشبال المنتخب الوطني الجزائري امام تنزانيا في تصفيات مؤهله لكان كوت ديفوار، كما سجل ايضا هدف الفوز في لقاء ودي الذي جمع المنتخب الوطني بنظيره الايراني. واكد اللاعب السابق لوفاق سطيف انه يستحق فرصه التي تمنحه يعني يمنحه اياها نقولوا باللي باش يعطي باش يفجر الطاقه تاعو في المنتخب الوطني ونستفادوا منه. بعد تقديمه لموسم ممتاز مع ناديه في سويسرا وتتويجه معه بكاس سويسرا، وان يواصل صاحب 21 ربيع خفض الاضواء والبرهنه على امكانياته، وانه لاعب سيكون له شان كبير في عالم كرة القدم المستديرة وفي المنتخب الوطني الجزائري. هذه يا خويا بالتالي كاع وانا نقول لكم كلمة راني فرحان كي عمورة كانت. انا ما نكذبش عليكم انا فرحت مي عمورة بتي عمورة الصغير عمورة الصغير الصغير اللي ما عندوش كاع مستوى، وين الحمد لله يا ربي عمورة وين نقولوا باللي سجل في افريقيا، سجل مع الأندية الأوروبية ضد الأندية الأوروبية، وسجل مع المنتخب ضد المنتخبات الآسيوية. يعني وين عمورة يا ودي لي لعاب 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 لي لعاب لعاب وين نقولوا بلي طوبة وفانيك ما ننساوش طوبة طوغايس وين مدة الصلاحية تاعهم نقولوا بلي 10 سنين مدة صلاحية. أني فرحان أني فرحان سورتو طوغاي راخوك سموه عمورة يعني هذاك بلال ابراهيمي يعني نقولوا بلي رانا في الطريق الصحيح. بصح ان شاء الله بربي خليهم هذو اللعابه صح كيما عمورة ما ينجمش دروك ما يعيط لهش يعيط له ما ينجمش يخاف ما يعيط له يعيط له يخاف يخاف يعيط له زيد كي واحد كيما طوغاي يعني طوغاي الرب العالي والله لا نتمنى وان شاء الله بربي تكون المنافسة يعني شتي كذلك شتي 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 صاحبي شتي. هذه بلال عمراني ما غاديش يزيد يبان ما نظن نقول لكم بلال عمراني ما غاديش يزيد يعيط له حتى ما ينجمش ما ينجمش عنده اندي ديلور عنده عمورة عنده سليماني عنده براك سموه بونجاح عنده لعابين. على ذلك نقولوا باللي اليوم المنتخب الوطني وين كيما واحد كيما طوغاي وين ضمن يعني المكانه تاعو بالسيجار يعني وين بغيناه يلعب الله غالب بغيناه الله غالب بصح لازم عندنا خلل صغير. علاش نتراجعوا في الشوط الثاني؟ علاش رانا نتراجعوا في الشوط الثاني رغم اننا سجلنا هدف بصح علاه نتراجعوا في الشوط الثاني؟ علاه لازم هذا الخلل هذا لازم نراخروه. هذه هي لازم هذا الخلل لازم نشوفوا فيه. لازم نشوفوا في هذا المنتخب هذا وين عمورة ينهي الجدال بشكل نهائي حول احقيته الاساسيه ضمن تشكيله هذا المدرب. من بعد نقولوا بلي بعد العوده تاع ديلور غادي تكون المناصب يعني على المنصب راس حربه غادي تكون غاليه جدا جدا جدا. خلونا انا كنت ضد يعني تاع المناصب مضمونه نعقلوا كانوا يجوا مناصب تاعهم مضمونه 11 لعاب يلعبوا نعرفوهم كاع شكون اللي غادي يلعب. اليوم لازم يعني دروك نقولوا باللي المنتخب الوطني الجزائري وراه يعني في الطريق نقولوا باللي في الطريق نحو التقدم. هذه هي كيما هكا رغم اننا المستوى الحقيقي تاع المنتخب مازلنا ما شفناهش 100%.
مازلنا ما شفناش يعني اختبارات، مازال كاين اختبارات بزاف ونشوفوا المنتخب. خاطر على نيتنا انا هضروا كيماك الناس يدو كلمه زوج يدلقاك اوليك شاكر ما عندناش مستوى، ماشي ما عندناش مستوى، مازال 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 خدمه عليها الناس، تعطيك 4 سنين على الكوب ديمون، مازالت لنا الخدمه، مازالت لنا الخدمه. شوف من النيجر وروح تولي الخدمه تباني بشويه، هذه هي. ايوا السبع راه عطا السبع هذه باش يكون على بالكم، السبع راه عطا الاوكي والملف تاعو بالمجموعه تاعو راهي في الوزاره الشباب والرياضه، هذه باش يكون على بالكم، راهي في وزاره الشباب والرياضه، السبع راه مد الاوكي تاعه.